نقيم على القاع بين البالي والعالمي. الماعز يبقى دايما سعره اغلى من الغنم في اللحم بالذات. النهارده مثلا تقديريا هنقول ب 200 جنيه، في الماعز يعدي ال 220 230. الغنم اللي هي البلد بتاعتنا دي بتسمع كلهم سعر، بتسمع في عجل الجاموس النهارده 130 جنيه و140 جنيه و150 جنيه. السنه اللي فاتت كان الكيلو مثلا بيبدا من 100 ل 110 120، السنه دي رفع لحد 200 جنيه ورجح تاني. رمضان كان عجل البقر كان الكيلو وصل فيه 200 جنيه، النهارده بيتراوح من 160 170، والاغلبيه 165، وفي ارضيه السوق اقل من كده. ممكن تلاقي عرض كتير، بس النتيجة ان السوق ماهوش مدي القيمة اللي هو بتاعها. بيربي مثلا تسمين ده بيجيب اعلاف وله موال تاني. عندنا تحصينات، عندنا ادوية، عندنا برنامج ماشيين عليه، انما الفلاح ما عندوش الكلام. فلاح كبير ومثلا بحصن العجل حجمة ابو مايك شرب الديدان، الفلاح بيأكلوا اي حاجة، شوية ضراوية، شوية سلاش، شوية سيرش، شوية ذرة على سطحه بيجيبهم يطحنهم. النهارده اللي بيضحي بقول لك بدل ما انا اروح اضحي اجلي مثلا ب 60 70 الف ولا ب 80 الف، انا اخش في نص، انا اخش في ربع. والاغلبيه دلوقتي جريت على السوق. السنه اللي فاتت كان الخروب بيتراوح من 140 ل 150 160، السنه دي بيتراوح من 200 جنيه لحد 230 جنيه. العامل النهارده يا عم الحاج اللي كان بياخد مثلا 1000 ونص و2000، النهارده ما بيتكلمش في اغلى من 4000. العامل مثلا انت كنت بتجيبه اليوميه ب 60 جنيه، النهارده بياخد 100 و120 جنيه. ده العامل العادي بيشتغلهم 3 4 ساعات. شاري مثلا حاجه وعاوز انقلها، ان كان بينقلها لي ب 100، النهارده بينقلها لي ب 200، وتيجي تتكلم ويقول لك انت بتتكلم عليا انا لوحدي ليه؟ ما هو هيعمل ايه؟ ما هو لما هو كان بيروح يجيب كيلو لحمه كان وصل 400 جنيه و420 جنيه، النهارده كيلو لحمه ب 350 جنيه، العامل هيقدر يجيبه؟ عاوز يشتغل بقى يومين ثلاثه على ما يجيب كيلو لحم، مصاريف ايه ودروس ايه وده ايه؟ سلسله شاده بعض. ايه بالحقيقه زاد على الناس، العلف بيصرف كتير والعلف غالي، فقلنا ننقل من علف نقن، دخلنا على مول الحلاق، بقينا ندخل الجاموسه من 100,000 ل 120,000. بعد رمضان ما خلصش سوق اللبن ياخدوا منا اللبن ومعذبيننا في الفلوس. فلوس اللبن دي برضه بنجيب نصرف منها على نسبه للعلف ونسبه للعمال اللي شغاله تحت منهم. حصلت عقبه دلوقتي، الجاموسه من 120 اللي داخله عندنا النهارده بنبيعها ب 60 وب 70. دلوقتي اللحم لما بتحضر بول حلال ووت للدرجه دي الجاموسه ايه؟ تخسر كتير.